تعرفون ما شاء الله حق تدخلي اي صار يعني الرجال اخذ لي ايام اسولف معك قصير فلاح بن فراج عاد حيشوف هذا هنا تعجبني مطالعه في القصيد هم يقول انا عدو الحزب انا عدو الحزب اوي والمطلع قد المطلع مو بشرط يقول بسم الله يعني المطلع يكون بشعورك انا مثلا انا ابطيت خذيت لي فتره ما كتبت قصيده لكن جاني موضوع كلمني رجال قال خلاص تكفى خلال اقل من ساعه ولد عمي متخرج من الضباط بكبت وابي ابيات ابي بيتين بس ابي اقولها فديت كبك حد نصن انا واحد من الشباب متخرج من الضباط قبلها بشهر حاولت بغيت اكتب ما جالي نفس ولا كتبت عرفت لكن رجع حد قال قلت على خشم سجلت انا من رجال وظهرت مع الشباب وقعدنا في الموتر وطلعنا السوال ومسجل ليه ودق الرجال قال خلصت قلت وانتاج ما نسيتها قلت على خشمي وانا مالي نفس اكتب وش بدعت المطلع قلت ابدع المطلع واغلق واقول القاف شاب كيف شاب القاف خلاص دق القاف خلاص ما عاد في مفردات قلت ابدع المطلع واغلق واقول القاف شاب طيب والله ما ادري وش ابدي من اللي في الضمير يا رفيقي وابن عمي ويا دم مثل جناب المشاعر كانها البوش لا صح النذير طيب ودي ابارك وهني وضيعت الخطاب الو من لام مثلي لقال اليوم غير يا محمد شاش راسي وطولت السحاب لين عنقت الثريا وحثيت المسير رحت ادور الليماني وعينت الشهاب قلت وين سهيل واخوه قال العلم خير علقت في منكب القرن فكاك الرقاب سلام سلام الله هاي والله هذه 10 دقائق ما شاء الله تبارك الرحمن وش البيت الاخير لقيت في منكب القرن يا محمد شاش راسي وطولت السحاب لين عنقت الثريا وحثيت المسير رحت ادور الليماني وعينت الشهاب قلت وين سهيل واخوه قال العلم خير علقت في منكب القرن فكاك الرقاب ستر منزوع الذواب ما هذا النجم سلام صح لسانك هذه 10 دقائق ما شاء الله تبارك الرحمن طيب انتم نايف وخلف شلونكم شعار فيه سبق ان قد لكم اعمال يعني اعطيتوهم المشاهدين إيه؟ قبل البرنامج نايف دشني يمكن 5 اعمال لا ما قبل البرنامج قبل البرنامج اللي مشاهدين معروفين قبل قبل البرنامج لا وانت قبل البرنامج من قبل البرنامج قصايد حفله من شلها واحده صوتك حطان واحده حمد الشقير حمد الشقير اللي اقول في مطلعها ابتدي بسم الله منزل السبع المثام من جين سبعه ضدي سبع سقوها طيب جاء العصمة الجزائر في كفي صاله جنب ويطيع الجزائر وانا عسوها يا علي في لازم الكفوز انا القافزان شلها وانا علي الجزائر حروفها مرحبا يا ضيوفنا يا معازيب المكان من مسير اركابكم لا مقرن نكوفها عد دروس انجندلوها صناديد وعد ما لاحت بلوق في عرض قنوفها وعد ما نادى المنادي وكبر الاذان عد خلق عند ربي نهار ليه 30 بيت هذا اللي شغلناه كل يوم الله صح الله لسانك شد له شعر طيب الشعر وراثه نايف ابغى القصيده منك تكفى وراثه الشايب شاعر ها تكفى يا نايف ما تصلح هنا من قصيد المواقف ابشرها في سناب من قصيد المواقف نايف قد صار له موقف وكتب عليه البيت اللي مرة كنت مع رجل مثلكم مش أرواكم هذه وأني قد علمتها بواجد ما قلت سمع لكني كنت مع رجل مثلكم مش أرواكم في اسطبل الوكاد إلا ذاك الفرس اللي بسم الله عليه اي جاس وجاك يا طويل عمر السلام حنا ثلاثة هم كل رجال فيهم شاعر كل واحد يقول أنا أجزل من الثاني جاء الأول به واحد منهم بسم الله عليه يتغزل في أدنى شيء وهو يعطينا بيت الفرس ايه وجي الثاني ويجري وجي الثالث ويجري وانا ماني بصوبهم انا في ديره وهم في انا مهوجس فيه فلو قالت واحد منهم نايف فطلع قال جارنا مين يسار مين يسار قال والله انت اعطينا بيت وانا اعطيهم مالك مفر وانا اعطيهم بيت اثاري البيت فيه خلل غنيت الشطر الاول في بحر والشطر الثاني في بحر ارحبوا سلام مرحبا كل محل سلام تحيه مرحبا يلا حيهم ارحبوا يا مرحبا ومسهلا شلونكم يا عيالي كيفكم طيبين يا مرحبا يلا حيهم تجي محل وبتخيل هلا تعال ابشر مرحبا يا ربع قدر الله يوفقكم هلا بجينا انا جاي محلك تعال ايش حالكم يا رجال؟ عندي كلمتين استاذنكم لك عشره الله يوفقكم ان شاء الله عندي نصيحه نبي طاعة الله والصلاح عمود الدين ابشر للوالدين اللي والديه حيين يتغانى بعمره
واللي ميتين تصدق لهم ادعي لهم ولا الوصر والعلوم الجانة وشربتك هاي وقال عيش كمال فرق العين يا طيب عاش عاش نبدا عشوا هكذا قزعي 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 ارفع رجلي خلنا نعلمها قزعي قزعي ترى منا اضرب قدام 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 ها ها ورا 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 ها انزل انزل الله يوفقكم يا واد الله يوفقكم وين ودك خلي ودكم اجي هناك مرحبا مرحبا والله هلا يلا حي يلا حي ابو تخيل تعال لبي تا والله ارحب يا عود ايش يقول متخيل ارحب شكم الله بالخير بالنور ارحبوا يلا حيهم عبيد متخيل يا ما حل الفنجان مع سيحة البال في مجلس ما فيه نفس ثقيلة هذا ولد عم وهذا ولد خال وهذا رفيق ما لقينا مثيل هدوا شرواكم الله يوفقنا وياكم متخيل لبيه اخي انا مو محبين القصص الاولى ها القصص القديمة ابشروا الفريس والكرم والشجاعة ابشروا باللي يعجبكم بعطيكم يا طوال العمار وصات رجال ما عليه الا ولد واحد حلو والشايب كانه قرب للموت الموت حق قال يا ولدي بوصيك ترى كل نفس وما تهوى كل نفس لها هواية والثانية لا ترقد في جر السيل مهما كان الوضع لا كان ما به مطر ولا به نعم رأ. صحيح مات الشايب وجاك الولد رايح يجرب وصات الشايب يا مقبل على ذيك البير وجاها لهنا عند النعور رجل يبون يسكون بلهم وغنمهم يوم قال كذا لهنا راس رجالين عند النعور قال يا رجل وش فيها قال والله ننزل خويانا نبيهم يطلعون يميحون الماء كل ما هز الرشا وطلع على راس خوينا لذا قال انا لا معي طرف ولا ناقه حاولوني يوم مسكيتكم ولا رجاكم راسي مع الضيف الله حول الرجال يوم جاء في قاعة البير قال له انا عبد كلنا عبيد لله ليمينه حتى بالله كان هلمبه وميسيره حتى شمره ولا مع سيف قال وقف هذه الزينه والذي ولو وصلت الشايب على باله قال يا طويل العمر كنا بسمات هوى الاولين حد يقول ذي وحد جامل يبي جامل الله قال اسكي اخوياك ويسكيهم وش قال؟ ها؟ كل نفس ما تهوى قال قال هذه الزينه والذي قال كل نفس ما تهوى يطول العمر يا سلام مره ما عبر الغير قال اسكي اخويا واسكيهم ويظهر الرجال ويوم ظهر يطول العمر وجيك رايح قال ابي اشوف السالفه الثانيه ويوم جاء لهنا ربع ببلهم وبيوتهم ودنياهم في ذاك الوادي ولا به مطر ولا به رعد ولا به شيء وتعشى يوم تعشى قال يا الربع وين اقرب رجمو ولا مبيدي بروح قالوا صاحي ولا مجنون حنا ضرب هالينا وحلالنا وقلنا ولنا مده بعد ها يقول لنا مده الله الله قال الرجال انا موصيني الشايب ودي انفذ وصاته قال رح يوصلوني ويروح الرجال يرقد له في ذاك الرجيم ويا مصبح يجيب الفطور والقهوه جايين سيل جذوب امطره علوه وسيله جاء وشال الفريق كله ببلهم وحلالهم ولله فاكل هذه من العبر لا اله الا الله سبحان الله يوفقنا وياكم ابو تخيل قد سمعت بزنهار وشو زنهار اسمع به ولا حفظت له شيء هذا زنهار على طير الوصايا ايه يا سلام توفى ابوه ولا ورث من ابوه الا 3 دنانير اسلم تسلم ولا معه الا 3 دنانير ولا يدري ايش يسوي 3 دنانير الو كاد الرجال شد عيله شد وعيله واحد على دربه يصوت يا شراي النصيحه يا شراي النصيحه اي والله يبيع النصايح اي يا شراي النصيحه يا شراي النصيحه انطح زنهار قال وش نصيحتك وبكم من نصيحه قال النصيحه بدينار قال ما معي الا 3 دراهم قال نصيحه بدينار قال وهدا هذا الدينار وش نصيحتك قال كل نفس ما تشتهي وكل عين ولها نظره لها نظره راح الرجال يوم خذاله الثاني صوت يا شراي النصيحه يا شراي النصيحه جاه قال وش نصيحتك وبكم قال بدينار قال وش نصيحتك
قال له وافقك الخير فوافقك. وكمل الرجال الثالث يصوت يا شراي النصيحه يا شراي النصيحه. راح للدران. راح للثالث. ما عاد معه الا قال انا ما معي الا دينار. كم نصيحه؟ قال بدينار. قال وش نصيحتك؟ قال الاولى لك والثانيه لك والثالثه نهو. لهم. نهو. لا. نهو. نهو. اي. سووا الاولى والثانيه ما ضبط الثانيه الثالثه لا عاد تسويها. نهو. قال جي واقف لس الرجال. راح الرجال على وجهه. اكرم جارك. اكرم جارك. ولا مع شيء ويبيع تاش ويبيع ويعين ذيك القافله. عيالهم عرب في قافله. ويترصد لهم لين اظلم الليل يوم اظلم الليل لعينها على واحد من الصناديق الكبار في القافله. رقدوا رجيله ونشيط وشل الصندوق وذرب به الجبل. ودخله في ذاك الغار بصندوقه. يحسبه في ذهب وفي اي ويفتح الصندوق يبي الذهب يوم فتح الصندوق لا ذي بنت. هاي بنت مخبى في الصندوق. اي والله. طالع يوم طالع قفل الصندوق. حقبه لها تارك فافتح الصندوق يوم فتح الصندوق ولا يوم قرب من الصندوق في لذا صوت الاسد. فعود لذا فذبح الاسد. فعود للصندوق مرة ثانية فافتح الصندوق. لذا اسد ثاني صوت الاسد. فعود للاسد فقص راسه فكر الصندوق. ظاهر البنت عندها دعمة. يوم جاء حلوه حلوه خلنا نعلم. افتح الصندوق لدي علامه تيك توك. اسلم يوم فتح الثالث سكر يوم جات الثالثه فسكر الصندوق برده في القافله ما قرب الصندوق خلى الصندوق. المهم البنت يوم جاء عقب فتره اعرست خطبها الوزير ابوها ملك اللي في الصندوق لا هي مخباه اول تعرف المخباه المثل مخباه اللي ما بعد شافت رجال مخباه بنت الملوك وبنت قال لها مخباه نعم ما تشوف لها رجال في حياتها ولا تشوف ما غير ابوها وهلا جاء الوزير يدري ها مخباه وخطبها يوم خطبها خذ البنت يوم قد هو وياها ياها في نط ذاك الفار يوم نط الفار بتروع انت يا الرجال فضحكي ما خاف من الاسد فضحكي يوم ضحكت استنكر قال شرحك بس قالت ما يضحك بشيء راح لابوها قال البنت ما هي بمخباه البنت قد شافت رجال قال كيف قال البنت ما هي مخباه قال لا مخباه قال لا ما هي راح الشايب ونشد بنته قال يا بنت انت قد شفت رجال قالت يا ابوي ذاك اليوم صار كذا وصار كذا وصار كذا والرجال ذبح لها شديد واذا نط فار وتفرقس قال يجي قال اجل البنت ما هي بمخباه وواحد من شروط اختل شروط الزواج وتوكل على الله طلقها جاء رجال الحين انت يا الملك يبي يعرف نزار زنهار يصيد زنهار قال وش مواصفات زنهار؟ قالت مواصفاته كذا ورجال كل ما قد بي يذبح اسد قال انا زنهار ما طل ملقار ولا كل الزاد حار هذه عزوته انا زنهار ما طل ملقار ولا كل الزاد حار قال زي ويسوي له وليمه علم به اهل الديره كلهم انتشر خبرها يوم حط له صف القدور والقدور كلها تفوح الا واحد من القدور ما يفوح شوف ادخلت القدور الا واحد من القدور ما يفوح وحاط مجرى ماء وحط له فتحه ما فيها ماء ومخليها يوم درب النص زنهار شافه له جاء يختل ما يبي يطل ماء الماء يطول هالعالم يمشوا راح لين جاب مع الفتحه هم يترصدوا له دخل مع الفتحه وتعدى القدور لين جاء القدر البارد. يوم جاء القدر البارد الملك هناك. في جوده قالت زنهار. قال طول محباله. قال وش سالفتك يا زنهار؟ قال سالفتي 1 2 3 والوصايا 1 2 3. قال زين اجل خليك معي في القافله وبوصل الوزير عليك ويعتني بك وروح معهم في القافله تحرس القافله. قال اهدى. الوزير حاقدن عليه راحوا في القافله. وجو ذاك البير. البير ذا ما يدخله مع الظهر. قال ما اللي بيطمر في البير وله وزنه ذهب؟ يقولها الوزير. قال زنهار انا. له متباشر يبي زنهار يبي موت زنهار. فحول يا زنهار. السالفة اللي يوم عيان ذا قال وش ازين ذي ولا ذي؟ قال كل عين وما تشتي وكل نفس ناظره. ورد الماء. يوم ورد الماء فقهر الوزير قال خذ ذا الورقه ودها للملك وبيعطيك وزنك ذهب. وهو يذبح. راح الرجل. يوم راح يوم عيان مره على عرب. لا ريح العيش العيشه افميح صوبهم افتعش
وش علومه؟ قال علومي والله رايح للملك. قال وش عندك؟ قال معي ورقه باخذ اغراض. قال في واحد بيروح للملك الحين، الرجال ذا بيروح للملك، عطها الورقه وانت خلك ريح عندنا كم يوم. قال هدا، عطى الورقه وريح. خذ له كم يوم وذاك الرجال راح. يا معود تنشد من الرجال، تنشد من الرجال، للرجال اللي عطاه الورقه. قال الرجال ذاك ذبح. قال شو؟ قال ذبح، ذبحها الملك. راح للملك قال يعطي الامر وش السالفه؟ انا الورقه وسالفه كذا كذا. قال الورقه جابها فلان ومكتوب فيها يقص راسه مسوي له مصيبه. قال هذه السالفه واحد اثنين ثلاثه. وسالفته يوم جاء العشاء خذ النصيحه الثالثه، لو وافقك الخير وفوافقك وراح. الوكاد وجاء الوزير ودرب السالفه، فذبحوا الوزير وحطه وزير محله وزوجوه البنت المخبه وراح زنهار. هاي سالفه الله وجهكم ويسلم. سالفه ثمينه ها. وش رايكم يا الربع بعد تعطونا انتم سؤال كل واحد؟ والله السالفه السالفه الجره السالفه. ايه عطنا من عندك يعني. هاي يقولون بها طوال العمر رجال جوز ابن عمه خصب، والمراه ما تبي الرجال، وقعدوا للعرب من اول لهم شيمه ولهم مره رجال، وقعدوا للمراه شاعره والرجال شاعر، ويام ابطا ما قالت لها شيء، قالت برسل لها قصيده. جعل عرش نحط في جرمي طلايب، ينقطع قطعه الشمبيره طويله، يا حمد يعيد حفيات الركايب، هو معك للقلب لما صد حيله. ولها تالي افرد على هو عذربتني وحش منها بالركايب، وذرها في الشم من سوع الجديله، والله ان الطالق عند الهبايب، عد عرق سبيع ونواد تشيله. قال روحي لهج اشتروا للعود حافية النجايب، الله الله تنقلت على المقصب جليله، خريش اذنيه ريمن في شعايب، وكما ضبع انت نفهم من مقيله. الله الله رد عليها ابو مبخوت بدروس الهضايب، يبدا على ابيات يوم تستوي له. عشقتني في الهوى والحب طايب، وانكرتني يوم صارت لي حليله. يا رموق العين يا شقر الذوايب، اطرحي الاسباب في نادر قبيله. احسبه ما ادري ايش قال مثلها في الشيب يوم ايش قال؟ شايب الا شبت لا شيب عجايب، في الضحى صبر وفي الغدره دليله. من بغاني قلت لله العجايب، ومن جفل مني فانا ازود من جفيله. طارق وعداد ما تدري الهبايب، عد رمل العرق وانا واد نشيله. طارق وعداد وابلم في السحايب، عد ما سيل انت كبر في مسيله. طارق وعداد اللي راح في القصيده. الله يهيكم ويسمع، بيض الله وجهكم ويسمع. على طاري الزواج و ايه هذا طول عمر السلامه من اول. ايه اخوان اثنين، واحد عليه ولد وواحد عليه بنت. ايه فالرجال البنت ما تبيها وما تتمها، بعد عمرها 7 سنين. عمه البنت اللي ابيها وامها، وهو اخوان جيران حسين وحسن. ايه حسين وامرته ماتوا وبقوا بنته، وبقت ذي البنت عمرها 7 سنين، ولد عمها عمرها ابو 21. قال ما يدمه هو بيها، انا بخطب بنت عمي. بنت عمي ابيها، بس اللي انا بيه منكم انكم تربونها كانها اختي. البنت ذي عمرها 7 سنين، ما بيها تشوفني الا عقب 10 سنين. ما بيها مع فجعه امها وبيها تذل مني او تكشر مني او والله رجال. المهم عقب 10 سنين يوم قاعده عمرها 18 17 فقال زوجوني اياها. حلو. تزوج بنت عمه. وقعدت معهم في البيت. وفي غدا الرجال ذا يقال لها محمد ولد عمها رجلها، يسوى الدنيا وما عليها. ابوها عندها ابوها ورجلها واخوها. قامت 10 سنين ذي تحتريه خلاص، ليه؟ من كثر ما شافت الموده والمحنيه عقب بيها في ولد عمها. قد هي قدرها على الطيب. المهم رزقهم الله بعواله. فصار بينهم خلاف مثل ما يصير بين الرجال والمرأة. نعم. صار خلاف، جاء الرجال يوم أمست المرأة، عليكم السلام، يوم أمست المرأة فخذ له ثياب ومثياب وشد راح من البيت. قال ما يدمه بيها أنا بروح 3-4 أيام لا تنشدوني أنا ضايق. فثلاث الأيام ذي لا عاد أمست ولا عاد ذي من الضيقة ومن القهر اللي فيها. فدعت لها شو اسمه غلام من عندهم أو اللي هو، قالت ميده ذي بكتب 3 أبيات أبيك توصلها لفلان في الديرة الفلانية، لازم إنها توصل له. قال وش؟ قالت كل ذكرى ترتبط معكم مكان، حبلها
في الذاكره جدا متين. انت انت الوحيد اللي عطى قلبي لمان يوم ابويا في صفوف الميتين. الله إيه. شفت فيك اللي فقدته من زمان لا تخليني يتيمة مرتي. الله يتيب. هذه والله اللي قالت لها بي. الله الله يصير والله مسعدش. شافها شاف القصيده ولا ما شافها؟ قال انا ما عادني ذي قصيده ما عاد برد ببيت. قال لا اله الا الله ابشري بالسعاده. الله لا احد قال ما ماتت مرتي ولا ابوها ميت. ابشري بالخير يا ابو انت ما ادري ايش يقول انت بوجهي من الفرق الضمام ما نفترق لين نصبح ميتين. يا سلام على لا على طريق اللي هم عندي قبرين في النسيب انا خليني اشتريها ولد من مقاعد تدرون في مصر يشترونها. لا تخليني يتيمه مرتين القبور طالب سعادك. لا والله على طاري العرس وما العرس الاولين يوم الريس ويوم الشجاعه يوم كل رجال يوم فد بدرع لا يا مدرس مصري يا مدرس مصري الى في عبد العزيز يعني ما خلا منك الى فيها شيخ معروف ومصيت بين العرب انه في الريس وانه لا من غزاله غزوه تكسبها معروف ومن غزاه فدر انه كسبهم وانه بيكسرهم معك جوده تستاهل والله عبد العزيز. والمهم ان صيته ذايعن بين الفراقين اللي عندهم كلهم في قوم انت يا الشيخ ونواله على غزوه على عرب البعيد منه شوي فقال وعلم ربعه يوم اصبحوا الصبح فصبحوهم وغيروا عليهم يوم غاروا عليهم والتقى الجمعين وكل عندك 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 الى كل منهم يجندل فيقوم الشيخ والشيخ في المعركه يومي بالرجيل إلى عينه على شايب واثنين شباب إلى رجيلنا ما ينطحون يقوم العود كل ما طق له رجال قال خذها مني وأنا برمادة وقام أنت يا الاثنين ضار أخوان كل ما جندل واحد قال خذها مني وأنا أخو رمادة وقلوبهم قلوبهم قوم أنت يا الشيخ ونص العود وبرمادة هو إياه هو إياه هو إياه فقوم أنت العود واكسر رجله واطرحه واستعسر الرجال يوم شافوا القوم من شيخهم طاح انسحبوا وهجوا وهم لو شيخهم وراهم فقام أنت يا الشايب أبو رمادة قال الرجال ذا في وجهي شلوه على البيت قاموا العيال وشلوه ودوه البيت أنت يا الفارس لو أنت يا الفارس الشيخ وعالجه وقعد عنده وابطه عنده اللي انت شافه من جرحه وجبر كسره الله فقام يوم عاد شاف انت الشايب شاف الرجال تعافى قال يا فلان اللهم اني عفيت عنك الوجه الله فعود ربعك ما عاد ابي منك شيء قال الصبح ان شاء الله تقدر تروح لاهلك يوم اصبح الصبح يقوم الشايب ويجي له معها بشتن وثياب تليق بشيخ ويعطيها الشيخ ويعطيه ذيك الفرس ويزهبه ذهابه كامل وذبح ذبيحته قال كرامتك جاهزه من يوم تاكل كرامتك ورحله لك والله انا ما قلت ويصبوا له الفنجال يوم اخذ الفنجال فحط الفنجال انت الشيخ قال ما نبدا يقول الفنجال اللي انا اتلبي اطلبي قال وش اطلبك قال رماده اللي تعزوها بها تعزون بها العيال ضالة ابيها حللت اللي كانها معرست الله انهم دواعين كلهم يوم قالها فقام الشايب وضحك والتفت على عياله ويضحكوا قال انت والتهزون بي وانا جايكم خطاب قال انت تعرفها قد شفتها قال لا بالله لكن اللي ذا ابوها وضال اخوانها اباخذها لو على اخلاف قال خير خير اشرب قهوتك وخير لا تغدانا وعين من الله خير بنت عالم القهوه يوم تغدوا قال ها قم خلني اوريك رماده وياخذه بيده ويروحوا وياه يجون وراء البيت من مع الرواق منك الى ذي رماده بنيت خبل تلعب في الرماد جالس في ذي الرماد تلعب وتكز على عمرها مسخنه هاي ابو قال عندي رماده قال قبلتها باللي هي عليه قبلتها قال بطق لك بيت ذا الحين وعرسك ذا الليل حلوه قال الله يبارك ويعرس ذاك الليل يوم عرس واصبح الصبح وامس مع المرت يوم اصبح الصبح قال انا بعود لاهلي. قال المرت خلوها عندكم. قال خير وراح الرجال وعود الربعه. قومي يا رماده واحملي من الشيخ. ويوم
دارت 9 أشهر مدة الحمل وتحط لهذاك الولد في قومنت يا جده العود جده من امه ما جاء ابوه ولا دروا يسماه سماه رمدا على رماده وجلس الولد معهم وتسبر الولد ورباه العود مثل ما ربى خواله علمه بالفروسية وعلمه جذع وعلمه بكل شيء بالكرم وبعلوم الشجاعة كلها أبوه ميت أبوه راح الرابعة وأمله وجده ما علمه بأبوه مبدأ ما علمه لعمره جده أبوه 17-18 فقوم أنت يا الولد له مع شباب مثله ويقومون يلعبون ويتطارحون كل منهم يقوى الثاني فيقوم أنت يا الولد ويتطارح له مع واحد قليل النصيب فقوم أنت يا رمضان وطرحه له فلر فقام ذاك وحد حثاب قال رح رح دور اصلك يا ضايع الاصل وبعدين تعال طال احنا والله وصلت حصانها الرجال يوم يوم حزت حصانها تصعيد تصعيد ابو هوي بينا داعمين قام انت يصبى وحزت في خاطره وراح لجده وشاح جده وجس عركبه قال ابوي من كبس يا جد قال انا ضايع اصل قال لا بالله ما تضيع اصل قال ها شكوه يقولني ما لي اصل قال لا بالله الا اصلك طيب وابوك شيخ ولد شيخ قال علمني من هبول قال ابوك فلان ابن فلان وديرته في المكان الفلاني قال انا بروح لابوي قال بصرك تدك رجال وعقلك في راسك وبصرك قال الصبح بمشي قال هداك الله بيجهز ركوبتك والله يستر عليك قال امي باخذها معي قال لا والله امك لا تبي عارف تسنعها ولا تبي خلنا نبخص بها ونعرف وش تبي ونعرف حوايجها وانت تدري ان امك مسخنت ولا هي بقايمتم بعمرها الى الصبيبار انت يا صبيبار عند امه يدري وش في خاطر امه من دم تحتي من عيونها يدري قال امي بتروح معي وانا رايح نشبر له هي معي امي عارف وش متطلباتها وبلازمها ولا انا مخليها قال هجل هداك الله يا مصبح الصبح ويشد عركابه ويوجه صوب ديرة ابوه يوم راح واقبل ونشد ذاك الرجال يمشي قال هذاك بيت الشيخ بيت ابوه ويروح ينزل وينوخ ركايبه قال ميد امه ادخلي شق النسوان يقوم اي ويقلطه على الريجي سلام عليكم السلام ويسلم ويجلس يوم جلس وصبوا له الفنجان ويتقهوى يقوم انت يا العود وينشده ويرحب ويسهل قال من انت وينك جاي من؟ قال انا ولدك قام العود وضحك شاف سنه صغير وقال حسبت اني ابوه جايزه من جايز الشباب قال كلكم عيالي قال لا انا ولدك ومن صلبك قال سيف قال ولدك ومن صلبك انا ولدك من كوفيك قاموا العيال يتزامرون قال كيف قال شلون ولدي قام قص عليه قصه قال انا فلان ولد فلان هل ذاك القصه اللي صارت المعركه اللي صارت قال بس 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 بالله انك ولدي قاموا العيال تزامر قال يا رجل ونعوا ذا اخوك ونعوا عين من الله خير قام وقال ابنوا لهم خربوش هنا خربوش اللي هو البيت الصغير اللي ما يدخل قام بنوا لهم خربوش وحط امه فيه وجلس معها شوي وقام كل ما جاء مجلس ابوه رجي تكشهم منه ما ودهم به لا الابو ولا العيال ولا المجلس كله ما يبونه استنكروه اي ولا من ولا هم بيعطونه وجه ويسفهونه واسلوبهم معه ما هو بزين حاجرينه اي مسكنا في خربوش ومهيون في قومنت اصبي له شالها في خاطره قال يلا بيوم يبين فيه فعلي وكل ذي وكلمه ذي دايم يلا بيوم يبين فيه فعلي يوم طال طويل معهم جلسوا لهم عده ايام قام العود عاد راعي العادات بغزي الشايب قال انه بنروح وبنغزي بنروح للعرب الثاني قال بنروح معكم قال الصبح ان شاء الله يوم اصبحوا الصبح يمشي الجيش ورمضان على ثرهم والعوال الاولين معه مع كلهم معه فيروحون لنا قبلوا على الجيش والتقى الجمعين وقال كل منهم يغير على الثاني الى الشايب انت هذا الشيخ الى من سل سيفه هو اقبل على القومه يسج من عمره فيقوم له يجندل 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 هالرجل قدامهم اكثر منهم عدد واقوى منهم ما خرق ولا علم ويتلفت له وجده في نص الجيش خصمه جده في النص ويلتفت له ما وراحت ولده ولا الشايب انت الشايب الشيخ ايه استاهل هي لا
الى يذبح ويذبح ويعاين بربعه بيفزع يوم شافوا ربعه هد الدنيا مهب لهم قاموا ينسحبوا طقوا يقوم يصيح على ولده الاول ولدي يا ولدي قال يا الله بيومها تنجيها ينجب عمره فطق خيله وطق همله وصح على الثاني الى مثل فطق خيله وانسحب التفت الى بين عيونه رمضان قال رمضان يا ولدي يوم قال رمضان قال لي والله رمضان في سوق عمره قلبهم 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 افتكبوه من الجيش وانسحب هو وياه فيقومون العيين ويروحون صاب امهم قالوا البسوا 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 ثوب الحداد وابونا مات فيهم ويعطون امهم ثوب الحداد يقوم ياخذون ثوب يودون هالرماده قال امسك امسك يا عمه البسي ثوب الحداد وابونا مات قال رمضان قالت رمضان وينه قال رمضان مات معه قالت لا رمضان ما يموت قال شوف العين قالت رمضان ما يموت على كلمتها اليوم صح الصيحة ابشروا بالشيخ ابشروا بالشيخ هلا رمضان جاين هو ويا ابوه في المخول على تم السالفة في المخول ترى كل شيء على قوت الشعر يقول من لا يعدل فن سمع دنا الخال لا ينشد المولود من وين عيبه طيب المخول الرسول تكلم فيها يعني وش هي عربوا انسابكم ها عليه الصلاة والسلام عربوا انسابكم صحيح عليه الصلاة والسلام نعم عربوا انسابكم نعم الرسول حتى حذر يقول من في معنى حديثه الظاهر انه يقصد يغرك الزين والعرق اللي ما هو زين يغرك زين او عرق ماشي يقول الصبي لا طاب طيبه من خواله على طاري انت ردهم طيب جاكم يا شيخ صح الدين طول عمرك انت قول له انت يسلم الجماعه كيف البيت ذا المصلحه الله سبحانه هذا الظاهر انها الذيبه بن شالح او شالح لا عطني هذا ماني بحافظه لكن يوم يقول ايش يقول فيها ابو يوم يقول انه الشيطان ابنذر اللي من ربوعي بالطيب لا ياخذ الا من بيوت الشجاع يجي ولدها مدرب ان كنه الذيب عز لابوه كل ما قال طاعه وبنت الرديات ولدها كملهيب غبن لابوه فاشل بالجماعه طويله هي يا ربع انا اللي على البطل شيء انا شد انه منكم وداع يوم ذبح ذيب يعودوا والعيان ولده قال يا رب انا اللي على الفطر الشيب انا اشهد انه ضاع منكم وداع خليته الغالي بدار الاجانب ما ادري ايش قال اعته خليته رحتوا على الطولات مثل العياسيب وما ادري ايش قال جيتوا خليته القلب بضاع خليته النادر بدار الاجانب ما ادري ايش يقول اعه لكم شيخ انك هزده اذراعه يا ذيب انا باصيك لا يا ذيب انا باصيك لا تاكل الذيب كم ليله تنعشاك عقب الجاهل ليله تنعشاك عيش العراقيب وكم شيخ قوم فزتك له اذراعه اللي يقول خليته النادر بدار الاجانب هذه سالفه ايش اسمه؟ ذيب عبد العزيز شاعر سكتوا صح؟ لا صدق والله تحفظ الا يا رجال لا يا رجل شاعر وجه الشاعر رسام رسام شاعر ومدرس ورسام لا رسام نايف الريدي نايف رسام انا ونايف واحد ما يحتاج ما في كلام والله ترسم انت ترسم لا نايف ترسم سفينه دتسن دتسن معك ورشه انت دتسن تحط سنابك فوق اشتغلت في ورشه شيء وش اهم شيء الا انت عشان تزين الصوره رسمت سيارة حطيت الشمس بالزاويه ترى انا غبط الرسام اكثر من الشاعر كيف الرسام والشاعر كلهم يلقون المتنفس